أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى، العزيز. العزيز هو الذي لا يعجزه شيء. العزيز الشديد في انتقامه من أعدائه، ذلت لعزته الصعاب ولانت لقوته الشدائد. العزيز وهب العزة لرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلما تكون أنت عزيز بتكون أخذت من اسم الله تبارك وتعالى، وتكون أيضا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتديت بالمؤمنين حقا لما تكون عزيز. إن ربك هو القوي العزيز. العزيز هو من أعزه الله، والذليل هو من أذله الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك من أسباب العزة العفو والتواضع. كل ما كان عندك عفو كل ما كانت عندك عزة. مش علامة ضعف هاي زي ما يظن بعض الناس، إذا أنا عفيت يعني أنا ضعيف، يعني أنا مستوطين حيطي، يعني أنا اللي شايفيني مسكين وعلى البركة وإلى آخره. لا والله، أنت يا صاحب العفو هذه عزة لك في الدنيا والآخرة بإذن الله. أنت المتواضع نفس الكلام، تواضعك هذا عزة ورفعة ومكانة. كم من الناس اليوم محبوب بين الناس وله مكانة بين الناس، والله لا صاحب مال ولا صاحب جاه ولا صاحب منصب، ولكنه يعني متواضع إلى آخره، فزاد هذا التواضع عزا. ولما تكون صاحب مال وصاحب جاه وصاحب منصب وتكون متواضع أيضا، هنا العزة الحقيقية أيضا. ليش؟ لأنه هذه الدنيا ما غرتك، فبقيت على التواضع فأعزك الله تبارك وتعالى. الذي يطلب العزة من غير الله يدخل في الضلال، وهون مشكلتنا اليوم. وللأسف أننا قد نطلب العزة من غير الله تبارك وتعالى، ونتوجه إلى جهات كثيرة، وننسى أن الله هو العزيز، وننسى وتوكل على العزيز الرحيم. أنا أخذ بالأسباب وأطرق باب فلان وفلان من الناس، لكن لابد أن أكون على العلم اليقين أن العزيز هو الله عز وجل. حتى وأنا أطلب الحاجة اللي أنا بدي إياها أطلبها بعزة، لا أطلبها بذل. إذا علم المؤمن أن خالقه عزيز فإن ذلك يدفعه إلى مزيد من التعلق به. لما تعرف أن الله العزيز، إذا أدركت حقيقة العزيز فأنك ستلجأ إليه أولا. من يعيش معنى اسم الله العزيز في حياته، والله رح ينعكس هذا الكلام على حياته بأن يحيا عزيزا رافعا لرأسه، لأنه عبد العزيز. فكل من اتصل بالله فهو عزيز، وكل من ابتعد عن الله فهو ذليل. اسمع لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: بماذا نحن نعتز ونفتخر ونسود الأمم؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا عزة لنا ولا رفعة لنا ولا مكانة لنا بين الأمم إلا بهذا الإسلام. كلما ابتعدنا عنه أذلنا الله تبارك وتعالى. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، والسلام عليكم. أسألك يا من هو الله الذي